صحيح. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في قناتكم التعليمية الأوائل الدافي، وأنا مع تحديد من الصفحة 6575 في مواجهة الكوارث أسر اللغة لزيادة أفهم وأناقش زائد الأفكار. نبدأ. أطري رصيدي اللغة أعفى أقوى الإغاثة الإعانة تواتر توالي تحول تمنع تحوي تحول تمنع رقيها تطورها في الصعيد المحلي المستوى الداخلي. أفهم النص وأناقش الفكرة. ما نوع المجتمع؟ ما نوع الجمعيات التي تحدث عنها الخطاب؟ هي جمعيات خيرية، الصليب والهلال. ماذا يزيد نشاط هذه الجمعيات؟ جمعيات أثناء يزيد أثناء الكوارث. كيف تواجه هذه الجمعيات الكوارث؟ تواجهها بتقديم مساعدات للمتضررين منها. كيف ترى كاتب الكوارث اليوم؟ صراحة أكثر تواترا وإشادة عنها. ما العلاقة بين الدول الفقيرة والكوارث؟ ما سبب ذلك؟ ما مدى خطورتها عليه؟ الدول الفقيرة أكثر تعرضا لها لأنها لا تملك إمكانية الفضيلة وهي تقول دون نموها وتطورها الاقتصادي. ما الأدوار التي تلعبها هذه المنظمات المحلية؟ تعمل كجهات مساعدة للسلطات في بلدانها، تقديم إغاثة المنكوبين، تنظم برامج صحية اجتماعية. ذكر الكاتب منظمتين، ما هما؟ ما دورهما خلال الحروب؟ الصليب والهلال الأحمر، وماذا الأحمرين وماذا وهما تساعدان المتضررين؟ الفكرة العامة، تعريف الكاتب الصليب الأحمر والهلال الأحمر وبيان أفضلهما ودورهما. الأفكار الأساسية، الفكرة الأولى بيان الكوارث الطبيعية تصير أكثر تواترا في البلاد الفقيرة خاصة. اثنان، دور الحركة الدولية بأقسامها على الصعيد العالمي والصعيد الداخلي في المساعدة. المغزى العام من النص، قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهكذا أعزائي التلاميذ نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو، وأخيرا لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.